داري كتمنى لكم فرجة ممتعة. كسكسو داري نايختا داري. دائما ملي كنجيب الدجاج ما عمرني او لا غادي نقول في غالب الاحيان كنطيب الفخال بوحدهم والصدر بوحدو، الا مثلا الا كنت باغي نطيب الدجاج هكذاك صحيح في الفران محمر، او لا غادي ندير الدجاج المقلي وانا بحاجه انني نحط هذوك 4 ديال الطيور في الطبق الكبير ديال التقديم للضياف، وانما كيف ما قلت في غالب الاحيان غادي ندير وصفات خاصه بالفخاد ووصفات خاصه بالصدر. علاش؟ لانهم فقط ما كياخذوش نفس الوقت في الطياب، واكيد اننا كيمكن لينا نستمتعوا الى غيرنا في التحضير ديال الوصفات سواء تعلق الامر بالفخاد او بالصدر. اليوم غادي نقترح عليكم طريقه تحضير الفخاد ديال الدجاج متبلين بواحد التتبيله خاصه مرقدين في اللبن. غادي نستعمل الباربيكيو باش غادي نشويهم. غادي تابعوا معايا الوصفه اكيد غادي تعجبكم. كما قلت لكم خديت الفخاد ديال الدجاج زولت ليهم العظم وخليتهم هكذا ديزوسي. علاش؟ باش يلاه نقدر انني نقلبهم ونديرهم في ديك التتبيله اللي غادي نحضر، ديك التتبيله اللي غادي تخلي الهبره ديال الدجاج تقريبا كطيب بالمكونات اللي انا مستعمله في لاماريناد. اول حاجه غادي نبدا بالتحضير ديال لاماريناد. شنو كاين فيها؟ كاين فيها اللبن. حنا كنعرفوا انه اللبن حامض، كيمكن لينا نديروا اللبن كيف ما كيمكن لينا تماما نديروا الياغورت. غادي ندير معاه الحامض، زيت الزيتون، غادي ناخذ الراس ديال المعلقه ديال القرنفل، غادي نقولوا واحد 4 قرنفله هكذاك، القزبر يابس قيمه واحد نص معلقه صغيره، الوراق ديال سيدنا موسى اولا الوراق ديال الرند غادي نديروا منهم حتى همايا نص معلقه صغيره. الوراق خديناهم حطيناهم في الفران اللي كيكون سخون مطفي، كنخليهم حتى كتزول منهم داك الرطوبه اللي فيهم، ومن بعد كندقوهم اولا كنطحنوهم كنديروا منهم. هنا عندنا الهيل اولا قاع قله، الخرقوم، الخرقوم نديروا منه معلقه صغيره، الكمون نديروا منه نص معلقه، الفلفله حمراء معلقه بحالها بحال الخرقوم، السكينجبير، البزار 4 معلقه، وغادي نديروا 4 معلقه ديال القرفه، الجوزه نديروا تقريبا الراس ديال المعلقه. بالنسبه للثومه غادي نديروا فص حتى الجوج بحسب الكميه ديال الفخاد اللي خصنا نرقدوا. عندي هنايا الفخاد ديال الدجاج محيدين ليهم العظم، كناخذوهم تنقلبوهم هكذا وكنجيبوا الجهه ديال الهبره وكننزلوهم في الترقيده بحال هكذا، كيجيو ممتازين رائعين بحال هكا، يعني بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الماكله متبله غادي يعجبوكم هاد الفخاد ديال الدجاج. كنديروا لهم هكا نرقدوهم، من بعد كنغطيوهم بالفيلم اليمونتيغ اولا كنديروهم في شي علبه باش غادي نحتفظوا بهم في الثلاجه كيف ما قلت على الاقل 24 ساعه حتى كيتبلوا مزيان، وداك المكونات اللي هي حامضه بحال اللبن وبحال الحامض كيطيبوا تقريبا داك الهبره من الداخل وكيخليوها تشبع بالنكهات ديال التوابل اللي حنا مستعملين وكذلك بالنكهه ديال الثوم. كنجيبوهم بعد ما كيكونوا خداو الوقت الكافي انهم يتشبعوا بالنكهه كيف ما قلت ديال المكونات اللي حنا مستعملين، غادي نقلبهم باش كنجيب الجهه ديال الجلده هي اللي كتجي هنايا وهي اللي غادي تجي عاطيه الوجه ديالها للشوايه. انايا مجده الشوايه غادي نست فيها الفخاد، مجده كذلك الفحم اولا الفاخر، يعني لانني غادي نطيبهم في الباربيكيو. صافي غادي ناخذهم وغادي نشويهم، كيمكن ليا نرافقهم باي شلاضه بغيت. انا خديت الخضره مطيشه القرعه الدنجال والفلفله، خديتهم قطعتهم هكذا بشكل طولي، كنحاولوا ناخذوا حبات اللي كتكون صغيره باش يلاه كطيب، درتهم على شكل اربع، عملت معاهم زعتره طريه هكذا وريقات، درت لهم زيت الزيتون شويه ديال الثومه حكيتها والملحه
خلطتهم مزيان، غادي نديرهم حتى هما كيتشواو مع الفخاض ديال الدجاج. خليت الخضره حتى تشوات بالاضافه للفخاد ديال الدجاج حتى هما يا العافيه ما خاصهاش تكون مجهده، باش يلاه كتاخذ الوقت هذاك المكونات كلها اولا العناصر انها كطيب من الداخل وكتجينا طريه، ما كنخليوش داك القشره ديال الدجاج حتى تحرق، فقط كتحمر وتقرمش وتنزولوها تنقدموا الطبق بحال هكذا كيجي رائع لذيذ بزاف، يعني اشياء بسيطه ولكن المنظر ديالها كيجي جميل، كتجي خفيفه ومنعشه بالنسبه لفصل الصيف. نتمنى لكم شهيه طيبه والى اللقاء. سلامه.